أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. عايز اتكلم على موضوع ناس كتير سالت فيه بالذات وانا بخس العب كارديو بس ولا العب اوزان على الكارديو امتى ادخل الحديد والويتس عامه في التمرين طب العب كارديو اوزان وانزل الجيم وانا بعد ما اخس ولا وانا بخس الاساسي عشان اخس نظام الدايت ونظام اكلي هساعد بيه بالكارديو طب ايه دور الحديد بقى الحديد ده يعني يعتبر نفس اهميه الكارديو ليه بقى هقول لك ليه دلوقتي انا الهرمون المسؤول عن حرق الدهون في الجسم وبيعلي حرق الجسم ما بيخزنش دهون هرمون التستوستيرون ده موجود عند الولاد بنسبه موجود عند البنات بنسبه اقل بس هو موجود عند الاثنين وبيحرق الدهون الحاجه الوحيده اللي هتعليه مش الكارديو الاوزان والتمارين الاوزان الثقيله هي اللي بتشغل الهرمون ده وهرمون النمو اللي هو جروس هرمون او التستوستيرون في الجسم فبالتالي بعلي معدل الحرق يعني طب انا البنت تقول لي طب انا لما ممكن منزل الجيم هيطلع لي عضلات لا مش هيطلع لك عضلات النسبه عندك اخرها تحرق الدهون وترسم بس جسمك وبرده الاساس الاكل الكارديو اللي هي التمارين الهوائيه الجري المشايه الاوربت تراك النط الحبل الفاست ووكينج او المشي السريع النط في المكان اي تمارين دي بتعتمد حرق الدهون او في الجسم طب ايه ما احسن مواعيد للكارديو احسن مواعيد للكارديو بتاعي اول ما اصحى لمدة نص ساعة اخري ساعة الا ثلث لان انا في خلال ساعة الا ثلث المفروض اكون فطرت تاني افضل وقت ليها بعد التمرين ما يكون انتهى بساعة الا ثلث مثلا يعني انا العضلة بتاعتي خدتها من نص ساعة لساعة الا ثلث بالاسترتشات وطولات والكلام ده كله باخد الكارديو بتاعي من هنا الجسم يبتدي يحرق دهون بتبقى نسبة حرق الدهون اعلى وده الوقت بتاعه حلو انا ممكن اخد كارديو قبل التمرين بس ده بيبقى تسخين 10 دقايق مشايه 10 دقايق نط حبل مع الاسترتشات لكن افضل تاني وقت للكارديو بعد التمرين مثلا او بعد العضله بتاعتي من ساعه لثلث ساعه لربع من هنا الجسم بيبتدي يكون اتحفز خلاص ابتدى حرق السعرات الحراريه موجوده في الجسم وابتدى يشتغل في حرق الدهون المتخزنه في الجسم فانا ايه اهميه الكارديو بالنسبه لي زيها زي اهميه الحديد اللي بيكملهم والاهم نظام الاكل واللي بيختم ده كله النوم بدري لان كل ده من غير النوم بدري ولا ليه لازمه يبقى هي معادله نظام اكل نظام تمرين انا بعمل الكلام ده كله مع نوم بدري انا وصلت ان انا قفلت المثلث بتاعي وصلت للنتيجه بتاعتي في اسرع وقت كل جسم غير التاني عشان الناس تقول انا خس 3 كيلو في قد ايه 5 كيلو في قد ايه هظهر عضلات بطني في قد ايه الكلام ده كله بياخد وقت حسب حرق كل واحد بياخد مكمل ولا لا نظامه في التمرين نظام اكله كل ده يعني نحاول نركز وانا هشرح بالتفصيل في حلقات تانية وبكده تبقى انتهت حلقتنا لكن ما انتهتش لقاءاتنا انتظرونا ولقاء جديد مع فقرة الصحة والرياضة في رمضان انتظرونا